قبل أن نبدأ هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه صاحب المعالي الدكتور أحمد العيسى وسعادة الدكتور جاسر الحربش وكيل الوزارة الابتعاث، نقف معا مع سيرة أو مسيرة الابتعاث في فيلم وثائقي. تعتبر مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم موارد المملكة وأكثرها قيمة، وتسعى المملكة إلى إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم والنمو باقتصاد بلادهم وتحقيق رؤية 2030. وبالتالي تستثمر الدولة في مختلف برامج التعليم وتطويرها، ويعتبر الابتعاث أحد هذه البرامج المهمة. يوجد قناتين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وهما وظيفتك بعثتك، إلحاق الدارسين على حسابهم الخاص بالبعثة التعليمية. وظيفتك بعثتك هو برنامج يقوم على الربط المباشر بين الوظيفة والبعثة في التخصصات التي يحتاج لها الوطن، عن طريق تأمين الوظائف أولاً عبر الشراكات مع القطاع العام والخاص، ليتم على ضوئها تحديد المقاعد والتخصصات والمراحل الدراسية المطلوبة للابتعاث، ومن ثم الإعلان عنها لترشيح المتقدمين للبعثة عليها. برنامج الإلحاق، إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص بعضوية البعثة وفق ضوابط الإلحاق، والتي من أهمها دراسة الطالب في إحدى الجامعات المتميزة والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وفي أحد التخصصات المعتمدة لدى الوزارة. في خلال السنتين الماضيتين حققت الوزارة نمواً في أعداد المبتعثين لبرنامج وظيفتك بعثتك، حيث بلغت المقاعد المخصصة للبرنامج في السنة الأولى 9220، 15 جهة توظيف، وفي السنة الثانية بلغ عدد المقاعد 10633، وعدد الشركاء وصل إلى 27 اتفاقية تضم القطاع الخاص ووظائف التشغيل الذاتي والوظائف العسكرية. التزمت رؤية المملكة 2030 بتطوير وتأهيل الموارد البشرية التي تساهم في مجالات التنمية عبر التخصصات النوعية ومن جامعات عالمية مرموقة، وهو ما يشكل رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني المعتمد على سواعد أبنائها المبدعة والمنتجة. وزارة التعليم، تعليم متميز لبناء مجتمع معرفي منافس عالمياً. في هذه الأثناء أدعو معالي الدكتور أحمد محمد العيسى وزير التعليم، وسعادة الدكتور جاسر الحربش وكيل الوزارة الابتعاث والمشرف العام على المحاقات الثقافية لبدء هذا المؤتمر الصحفي. أرحب بكم من جديد، وأرحب بالإخوة والأخوات الإعلاميين والإعلاميات الذين يشاركوننا في هذه الجلسة، والتي هي عبارة عن مؤتمر صحفي هو ضمن أعمال هذا المؤتمر الذي يختص بأعمال الجامعات سواء في المملكة أو خارجها. نبدأ هذا المؤتمر بكلمة لمعالي وزير التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني أن أرحب بكم جميعاً في هذا اللقاء الذي يأتي ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السابع للتعليم العالي. الحقيقة حرصنا على تنظيم هذا اللقاء لأنه مشاركة العديد من الجامعات الدولية في هذا المؤتمر والمعرض هو له هدف، أكثر من هدف، ومن أهدافه هو إتاحة الفرصة لطلابنا وطالباتنا للتعرف على فرص التعليم العالي في هذه الجامعات،
ومما قد يفتح لهم آفاق النظر والتأمل في كل الفرص المتاحة لهم على مستوى الدولي. لا شك أن برنامج الابتعاث، برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، هو أحد البرامج الاستراتيجية التي تبنتها حكومة المملكة العربية السعودية، وانطلق البرنامج كما تعرفون قبل 12 عاماً في برنامج طموح كان يلبي ولا يزال طموحات كثير من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعاً وباسم كافة طلابنا المبتعثين الموجودين في أكثر من 19 دولة، أن أتقدم باسمكم جميعاً بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد على دعمهم اللامحدود لهذا البرنامج، وعلى حرصهم على استمرار البرنامج ليكون رافداً من روافد التعليم العالي في المملكة، وليكون مساهم في تخريج الكفاءات البشرية الوطنية في مختلف التخصصات النوعية ومن الجامعات العالمية المرموقة. كما تعرفون أن البرنامج انطلق في مراحل بداياته ليغطي أكبر عدد ممكن من الدارسين في تلك الفترة، وحقق ولا شك إنجازات كبيرة في استيعاب طموحات كثير من الشباب. وفي تلك الفترة أيضاً كان هناك ربما بعض القصور في فرص التعليم العالي داخل المملكة، ومحدودية في عدد المقاعد المتاحة في الجامعات السعودية، وكان برنامج الابتعاث في تلك الفترة يساهم في سد هذه الفجوة وإتاحة الفرصة للطلاب أن يجدوا فرص تعليم عالي إضافية في خارج المملكة. ولكن بعد سنوات من تنفيذ البرنامج بدأت عمليات التطوير والتحسين فيما يتعلق باختيار الطلاب وفيما يتعلق باختيار التخصصات التي يشملها البرنامج، وبدأت عمليات أيضاً تطوير الخدمات التي تقدمها الملحقيات الثقافية خارج المملكة للطلاب المبتعثين. وبالتالي الآن نحن ندخل في الدورة 12 من برنامج الابتعاث. هذه الدورة طبعاً تنطلق ضمن برنامج وظيفتك بعثتك الذي انطلقت منذ عامين تقريباً. وصلنا طبعاً بلا شك إلى مرحلة التأكيد على أهمية أن يكون برنامج الابتعاث يسعى ويغطي ويخدم جانب الجودة الأكاديمية والتخصصات النوعية وفي الجامعات المرموقة، بالإضافة إلى استمرار إلحاق الطالبين الذين يدرسون على حسابهم الخاص بالبعثة وفق الشروط والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء في العام الماضي، والتي يمكن لاحظته في الفيلم القصير بعض تلك الشروط، وهي أن تكون التخصصات معتمدة في من ضمن برنامج الابتعاث، وأن تكون الجامعات التي يدرس بها الطلاب ضمن أفضل 100 جامعة وفق التصنيفات الدولية. وبالتالي فإن الإلحاق بالبعثة مستمر حسب هذه الضوابط وهذه الشروط، ولا شك أن هذه الشروط يعني ربما تكون تمثل الحد الذي يضمن جودة البرنامج وجودة المخرجات، وأنه بالفعل لا يستفيد من هذا البرنامج إلا من كان يحققاً هذه المعايير، والتي طبعاً هي تخدم الاقتصاد الوطني وتخدم سوق العمل في المملكة.
وبرنامج وظيفتك بعثتك الآن يدخل المرحلة الثانية تقريباً بدخول كثير من الشركات والمؤسسات العامة في هذا البرنامج، فقد بلغ العدد الذي الشركات والمؤسسات التي وقعت اتفاقيات مع الوزارة حوالي 27 جهة، وهذه الشركات ستوقع عقود عمل مع المرشحين لهذا البرنامج قبل أن يلتحق الطلاب بالدراسة في خارج المملكة. ما أحب أن أؤكد عليه طبعاً أن هذا البرنامج هو برنامج استراتيجي سيستمر بإذن الله للسنوات القادمة، وما أحب أن أؤكد عليه أيضاً أن هذا البرنامج سيركز على النوعية والجودة ويركز على أن من يستحق هذا البرنامج ويستحق الابتعاث لابد أن يكون طالباً جاداً ومجتهداً وأن يسعى وأن يكون طموح للقبول والدراسة في أفضل الجامعات الدولية، وأن يحقق المعايير الأكاديمية التي تطلبها تلك الجامعات حتى يستمر في البعثة. لا شك طبعاً أن هناك بعض الطرح الإعلامي الذي ظهر خلال الفترة الماضية الذي قد لا يكون مطلع على كافة تفاصيل البرنامج، فالبعض قد يتوقع أن البرنامج توقف، والبعض قد يتوقع أن البرنامج أصبح محدود ولا يغطي إلا أعداد بسيطة من الطلاب، والذي نؤكد عليه أن البرنامج لا يزال موجود وبرنامج لا يزال يحظى باهتمام الدولة واهتمام الوزارة، والبرنامج يركز على النوعية والجودة الأكاديمية، وأن هذا البرنامج سيستمر بإذن الله مهما كانت التطورات التي تحصل على مستوى التعليم الجامعي في المملكة، لأنه ليس برنامجاً بديلاً وإنما هو برنامجاً مرادفاً لهذا المسار التعليمي الجامعي. الأخوان ممكن أن يزودوكم بإحصائيات تفصيلية عن هذا البرنامج الذي يؤكد على أن التخصصات العلمية النادرة في المجالات الطبية والمجالات الهندسية والمجالات العلمية المتميزة يغطيها هذا البرنامج، ويوفر للمملكة كفاءات علمية متميزة ونادرة في تخصصات قد لا تتوفر في المملكة العربية السعودية، وقد تتوفر بطاقة أو نوعية مختلفة، ولكن نعتقد أن البرنامج بما يمثل أيضاً من فرصة للاحتكاك الثقافي والتبادل العلمي وقدرة شبابنا وشاباتنا على الانخراط على الساحة الدولية، يتأثرون ويؤثرون ويساهمون في مسيرة العلم والتعليم على المستوى الدولي، ويبرزون بإنتاجهم العلمي وبأبحاثهم العلمية وبتميزهم الذي شاهدنا كثير منه وقرأنا وسمعنا الكثير منها في الصحف الدولية وفي وسائل الإعلام الدولية، وهذا حقيقة مفخرة للوطن ومفخرة للتعليم، وبالتالي احنا ان شاء الله سنستمر في دعم هذا البرنامج وفي تطوير آلياته بمختلف الإمكانات المتوفرة. أحب أن أؤكد أيضاً أن كما تعرفون أن هذا البرنامج مكلف، برنامج يحظى بدعم ميزانية كبيرة من الدولة، فهو ليس برنامج تكاليفه ليست ضعيفة أو قليلة، وإنما هذا البرنامج
على الرغم من كل التكاليف، إلا أن احنا نرى أن أهميته ونرى أهميته استراتيجية على المدى الطويل، وبالتالي احنا نسعى من خلال أيضا برنامج التحول الوطني إلى تطوير هذا البرنامج إلى مزيد من التطوير لهذا البرنامج، وتطوير آليات الإشراف، تطوير آليات الخدمات التي تقدمها الملحقيات الثقافية في الخارج، وجعل هذا البرنامج أكثر استدامة إن شاء الله لسنوات طويلة في المستقبل. سأترك المجال لأخي الدكتور جاسر الحربش وكيل الوزارة لشؤون البعثات لإعطاء مزيد من الإضاءة حول البرنامج، ثم نستقبل استفساراتكم وأسئلتكم إن وجدت. شكرا معالي الوزير. وطبعا في يعني دقائق معدودة حتى نعطي فرصة أكثر للأسئلة، نذكر بعض النقاط اللي قد تكون تفصيلية لكن ما موجودة مثل ما ذكر معالي الوزير بالملف اللي موجود ومتاحة دائما من خلال مواقعنا ووسائل التواصل الاجتماعي. مهم نذكر أن البرنامج في يعني صيغته الجديدة أنه يعتمد على الشراكات، وذكر معالي الوزير شراكات السنة هذه الحالية 27 جهة، ونأمل أنها تزيد. وهذه فرصة أننا حقيقة نشكر الجهات هذه اللي تعاونت معنا بداية من إطلاق البرنامج وتفاعلها المستمر. وحنا نتكلم اليوم وعندنا أكثر من 10,600 مقعد سيتم تعبئتها خلال شهر من خلال الجهات هذه، والآن بدأت المقابلات الشخصية مع المرشحين والمرشحات حتى يتم اختيار الأفضل منهم بعد ما أنهينا حنا إجراءات التدقيق والفرز الأولية الأساسية. الأمر الآخر أنه أيضاً التعليم الجامعي المحلي له دور. قد يعتقد بعض الناس أنه برنامج الابتعاث الخارجي منعزل تماماً عن الجامعات السعودية، في الواقع أن المحرك الرئيسي لبرنامج الابتعاث الخارجي هي الجامعات السعودية من خلال أعضاء هيئة التدريس اللي يعملون معنا في موضوع قوائم الجامعات، تحديد التخصصات، أيضاً موضوع علاقة مع سوق العمل، أيضاً البناء المؤسسي، الإجراءات الداخلية، وهذا ارتباط مستمر بيننا وبين الجامعات، وعندنا اجتماعات دورية، وعندنا ارتباط مباشر مع وكلاء الجامعات للدراسات العليا اللي هم معنيين بالابتعاث المعيدين والمحاضرين. أيضا من المهم أنه أعلن علاقة متميزة مع الجهات الحكومية اللي فيها ما يقارب 24,000 مبتعث موظف حكومي يبتعثون من خلال اللجنة الرئيسية للتدريب والابتعاث اللي رأسها معالي وزير الخدمة المدنية. أيضا نرتبط فيهم، مرتبطين بالملحقيات معظمهم بالنظام الإلكتروني نظام سفير، وهذه من الأمور الحمد لله اللي سهلت عمل كثير من متابعة المبتعثين والمبتعثات من الجهات الحكومية. يمكن خلنا نقول بطل برنامج الابتعاث هم المبتعثون أنفسهم، المبتعثون والمبتعثات، وهذولا حقيقة الانطباع الإيجابي اللي لوحظ من عشرات السنوات على المبتعث السعودي من سواء كان رجل أو امرأة هو كان ولا يزال مستمر ومضرب مثل. يعني إذا حنا تخيلنا أنه حاليا وإحنا نتحدث اليوم عندنا أكثر من 126,000 مبتعث ومبتعثة بمبتعث أو دارس على حسابه الخاص على مستوى العالم، وتخيلنا العدد القليل جدا من المشاكل الأكاديمية والسلوكية اللي تعتبر نسبة ضئيلة جدا، هذا يعطي مؤشر أن أبناء البلد الحمد لله كعادتهم يعني هم دائما ليسوا فقط متميزين سلوكيا وأخلاقيا وعلميا، بل أيضا مندمجين، اندمجوا مع المجتمعات وأصبح لهم دور، بل أنهم أحيانا لهم دور، يذكروا لي الزملاء في الملحقيات لهم دور في الأندية الطلابية داخل اتحاد الجامعات وأدوار أخرى، وهذه مؤشرات ممتازة مستمرة الحمد لله. النقطة الأخيرة هي موضوع التواصل، ويمكن معالي الوزير أكد قبل قليل على موضوع بعض الطرح الإعلامي، وقد نقر حنا أنه على الأقل في وكالة الوزارة للابتعاث أننا يعني ضغط العمل ما أتاح في الفترة الماضية التواصل المستمر، لكن الآن حنا يعني فاتحين أبوابنا. واحدة من الأمور اللي يعني أطلقناها ونرغب أن تكون دورية مثل اللقاءات الصحفية، أيضا لقاء مع كتاب الرأي، لكن أيضا حنا منفتحين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وباقي وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المبتعثين والمبتعثات ومع أصحاب الرأي،
يعني فقط يعني عشان أختم اليوم، الكاتب سعود البلوي في صحيفة مكة كتب يعني تعليق متميز في صحيفة مكة عن دور الملحقيات الثقافية ورؤيته مثل الآراء هذه، وإن كان حتى بعضها ينتقد الوزارة، بالنسبة لنا هو عمل إيجابي ويعني تغذية مرتدة مفيدة نحتاجها حنا في عملنا، وحنا يعني بالنهاية حنا من المجتمع وإلى المجتمع، والقرار هو مشترك بيننا. وشكرا لكم. طبعا في هذه اللي يريد أن يحصل على إحصائيات عن المبتعثين في كل دولة من دول الابتعاث، الشريحة هذه أو الصفحة تعطيكم التفاصيل، لكنها تبين أن لدينا الآن 126,692 طالب مبتعث يدرسون على مقاعد الدراسة، وهذا العدد يشمل التابعين أو المرافقين الذين يدرسون يعني ألحقوا بالبعثة، ولدينا طبعاً 78,961 مرافق، هؤلاء ليسوا على البعثة وإنما هم مرافقين للمبتعثين سواء كانوا زوجات أو أزواج أو أبناء من ضمن المرافقين. لكن الأعداد بالتفصيل في 19 دولة تشملها برنامج الابتعاث حتى الآن. شكرا معالي الوزير وسعادة الوكيل، وهذه المعلومات أيضا ستكون متاحة بإذن الله تعالى عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع عليها سواء للإعلاميين أو للكتاب أو لمن أحب التعرف. طبعا سنحاول بقدر المستطاع أن نحصل على أكثر قدر ممكن من الأسئلة، ولذلك نحتاج فقط سؤال واحد ومباشر أيضا، وإن استطعنا أعدنا مرة أخرى الكرة لذات الإعلاميين. تفضل أستاذ عبد السلام، أرجو الاختصار والمباشرة. شكرا لك أستاذ محمد، أعذرني على أن يكون مباشر، أنا فقط أنا أشكر وزير التعليم علي الوزير حقيقة على هذه الشفافية والوضوح. حقيقة هذا ما لمسناه خلال الفترة الماضية، لاحظنا كثرة المؤتمرات وهذا يصب في تصحيح بعض المعلومات الخاطئة. سؤالي، ذكر التقرير قبل قليل أن الأعداد الذي يستهدفه برنامج وظيفتك بعثتك ذكر أعداد، ولكن هذه الأعداد أرى أو ربما ترون أنها قليلة بحجم المبتعثين الذين سوف يعودون للمملكة. سؤالي الثاني لو سمحتم، هل لديكم يعني ثقة في التزام بهذه الشراكات؟ أنا أريد أن أسأل، هل المشروع بدأ التوظيف؟ وإذا كان بدأ هل هناك نسبة تعثر؟ سؤالي الأخير أبشر. شكرا لك الإجابة. تجيب معالي الوزير وننتقل لسؤال آخر أو نأخذ مجموعة أسئلة. طبعا العدد 10,000 تقريبا و600 ليس عدد قليل يعني كمبتعثين سنويا، أعتقد عدد يعني عدد كبير جدا، وإذا استمرينا في إرسال أو ابتعاث مثل هذا العدد سنويا فأعتقد أن معدل سنوي جيد ويخدم، خاصة زي ما ذكرنا أن هذه ستكون تخصصات نوعية ومتوفر لهم فرص وظيفية قبل أن يسافروا ويبدأ برنامج الابتعاث. التزام الشركات طبعا لا شك أن التزام مسؤول، لأنهم موقعين على عقود بين الوزارة وبين الشركة، وتوقع عقد ما بين الشركة وما بين الموظف أو المبتعث قبل أن يبدأ برنامج ابتعاث. والشركات والمؤسسات هذه تجري مقابلات شخصية مع المرشحين وتختار الأفضل منهم الذي يعني يتوافق مع شروطها ومعاييرها في الاختيار. شكرا مع الوزير، تفضل. السلام عليكم، علي السناني من صحيفة المدينة. من المعروف أنه وزارة التعليم لا تعادل أي شهادة إلا هي الصادرة من الجامعات الموصى بها، ولكن وجدنا في المعرض جامعات غير موصى بها، فكيف تفسرون لنا هذا التناقض؟ طبعا لا شك أنه الوزارة مهتمة بقضية الجودة الأكاديمية، وأنه عندما تضع جامعة كموصى فيها فهي تكون حققت الشروط التي نضمن من خلالها الجودة الأكاديمية في هذه الجامعات. لكن قائمة الجامعات الموصى فيها هي ليست ثابتة يعني مطلقاً، هي تتجدد كل فترة
حسب ما يردنا من معلومات ومن تقييم للجامعات، كما أشار الدكتور جاسر فيه لجان متخصصة من زملائنا في الجامعات، وما يردنا من الملحقيات الثقافية من معلومات وتقييم لبعض الجامعات يتم تحديث هذه القائمة. بالتالي أن الجامعات التي شاركت في المعرض وليست ذا هي جامعات جيدة، ولكنها ربما تدخل في القوائم القادمة حسب ما يتم تقييم هذه القوائم في كل فترة. شكرا معالي الوزير. أستاذ خالد. السلام عليكم. خالد الصالح، صحيفة الوطن. معالي الوزير، أحب أولا أشكر جهودكم في هذا المؤتمر الصحفي في تنظيمه. سؤالي معالي الوزير، ماذا بالنسبة للطلاب الذين انضموا للبرامج الابتعاث قبل تطبيق برنامج وبعثتك وظيفتك، يعني من ناحية حصولهم على الوظائف والقلق أو الهاجس عند كثيرين منهم بأنه قد يرجع بعضهم بدون أمان وظيفي أو يقعد يعني عاطل فترة طويلة؟ شكراً معالي الوزير. طبعاً احنا لا نضمن وظيفة لكل مبتعث ولا نضمن وظيفة لكل طالب يدرس في الجامعات السعودية. احنا لسنا جهة توظيف يعني بالشكل هذا، لكن احنا يهمنا ان احنا نساعد في هذا الجانب ونوفر المعلومات المطلوبة لجهات العمل، نتواصل معها، نسوق إن صح التعبير لكل مخرجات التعليم، نهتم بالتواصل، وأعتقد كثير من زملائنا في الملحقيات لهم دور كبير في هذا الجانب. بعض الملحقيات تنظم مناسبات خاصة بأيام المهنة لدعم عملية توظيف الخريجين من برنامج الابتعاث، فهناك جهود طبعاً لا شك، لكن احنا نتوقع أنه الخريجين من هذا البرنامج لن يجدوا صعوبة في الالتحاق بسوق العمل لما يتمتعون فيه من مستوى علمي ومهاري، وقادرين على الانخراط في سوق العمل بشكل. لكن أنا طلبت من الزملاء حقيقة أن نجري دراسة تفصيلية مسحية لبرنامج الابتعاث منذ أن نشأ قبل 12 سنة حتى الآن لكافة الخريجين الذين تخرجوا في هذا البرنامج، ولدينا طبعا قاعدة البيانات اللازمة في هذا الجانب لنتعرف بالضبط على وين اتجاهاتهم بعد التخرج، يعني ما هي المجالات اللي التحقوا فيها، ما هي الجهات الأكثر توظيف للخريجين والمبتعثين، وهكذا إن شاء الله. إضافة دكتور جاسم. صراحة يعني وجه معالي الوزير بموضوع الدراسة المسحية، وأيضا موضوع عملي وممكن يطبق خلال فترة قصيرة جدا، وهو موضوع إتاحة معلومات الخريجين طبعا مع الحفاظ على خصوصية المعلومات اللي ما تنشر لأي جهة ترغب التوظيف. حنا يجينا طلبات تقريبا بشكل أسبوعي بشكل فردي، معظمها من الجامعات السعودية، وهذه مبادرة تشكر لهم، نرسل لهم الملف على شكل يعني إكسل شيت. لكن حنا الآن عندنا خدمة متقدمة بتطلق تقريبا بعد شهر، بيكون في رابط يتاح لمن يطلبه باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة له لاختيار من يرغب من خريجي الابتعاث المناسبين. شكرا جزيلا. الأخت الكريمة. السلام عليكم. أحلام الزعيم، صحيفة مكة. ولنستفيد من وجود معالي الوزير وأيضا الوكيل، ونسأل يعني كل رغم أنه وزارة التعليم تحظى بكفاءات نسائية جدا عالية، لكن حتى الآن لا يوجد ولا امرأة عينت كملحق ثقافي في أي سفارة من سفارات السعودية حول العالم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، صوت مجلس الشورى لصالح تعاون ما بين وزارة التعليم وما بين الهيئة العامة للرياضة، وهذا تخصص الآن جديد ونحتاجه. هل سيكون له نصيب من برنامج وظيفتك بعثتك؟ هل لدى الجامعات السعودية أي خطة لافتتاح كليات معنية بالتربية البدنية؟ سؤال أخير فقط، إذا كانت فعلا وزارة التعليم حريصة على تنمية محاصصة القطاع الخاص، نرجو التدخل أو وضع
توضيح وجهة نظر الوزارة في أسعار أو رسوم الجامعات السعودية الخاصة، خاصة وأن معاليك ذكرت أمس أن أحد التحديات البارزة هي تضخم عدد الطلاب بما يفوق السعة الاستيعابية للجامعات. مع ذلك يعني في جولة بسيطة الآن، أسعار الجامعات الأهلية والخاصة جدا مرتفعة، كيف ممكن تتدخل الوزارة في هذا الأمر؟ شكرا. طبعا بجاوبك على الأشياء المتعلقة ببرنامج الابتعاث، أما الأسئلة الأخرى فلها مجال إن شاء الله آخر. ما يخالف أبشري. لكن بالنسبة للمرأة السعودية، هي تعمل في الملحقيات الثقافية على كافة المستويات داخل الملحقيات، والحقيقة أنهم يقومون بدور كبير ومشرف في نحن إن شاء الله نعمل على توسيع دور المرأة في المستقبل بإذن الله، وأعتقد أنه في بعض الملحقيات يعني هناك مساعدات للملحق الثقافي وغيرها. كل ما يتعلق ببرنامج الابتعاث في أي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة ولديها احتياج في مجال معين تريد أن تبتعث له طالب أو طالبين أو 10 أو 10 15 أو 100 أو هكذا، إحنا مستعدين لتلبية هذا الاحتياج إذا كان الابتعاث سيكون لجامعات متميزة، وإذا كان هناك فيه وظيفة لهذا المبتعث بغض النظر عن التخصص، لأنه طالما أن هذه الجهة لديها وظيفة معناتها أنها احتاجت هذا التخصص الذي نريده أو تريده جهة العمل. وإحنا طبعاً من خلال عمل الزملاء يعني بالنسبة للشركات والمؤسسات التي لديها خطة توظيف واضحة ولديها كارير باث ولديها جهود في مجال توظيف الكفاءات الوطنية، ندعوهم للاستفادة من هذا البرنامج لأن نحقق أكبر درجة ممكنة من المواءمة بين الاحتياجات سوق العمل وما بين مخرجات برنامج الابتعاث. شكرا معالي الوزير، بس أنا أتمنى أن يختصر الزملاء حتى لا يأخذوا وقت زملائهم، لأن الوقت عندنا أيضا محدود. أنا سأخذ سؤال من الشرفة في الأعلى. السلام عليكم، سؤالي خاص بابتعاث المعيدين والمحاضرين من الجامعات السعودية. هل عند الوزارة خطط لتسهيل حصول المحاضرين أو المعيدين على قبلات من الجامعات العالمية، مثل توقيع اتفاقيات لتسهيل الحصول على القبول خصوصا في مجال الدكتوراه، يعني علما بأن بعض أعضاء هيئة التدريس يواجهون صعوبات في الحصول على القبول؟ شكرا. أعتقد أنه من أحد الجوانب التي ندرسها في تطوير برنامج الابتعاث هو في كيفية تقديم خدمات الحصول على قبول من الجامعات المطلوبة في البرنامج، بدل أن نترك الباحث عن البعثة أو الطالب أن يسعى بنفسه في الحصول على قبول، وربما أنه يضطر يتعامل مع مؤسسات تجارية غير موثوقة في هذا الجانب. بالنسبة لابتعاث المعيدين والمحاضرين من الجامعات السعودية، احنا حقيقة نسهل هذا الجانب وندعمه، ولدينا الآن في تقديري حسب آخر إحصائية قرأتها حوالي 17,000 مبتعث من الجامعات السعودية على درجة من الدرجة المعيد والمحاضر. وبالتالي هذا البرنامج غير البرنامج اللي احنا تكلمنا عنه في وظيفتك بعثتك، لأنه صادر من الجامعات والجامعات تتابع مبتعثينها. لا شك أن الملحقيات الثقافية تقوم بخدمتهم وتقديم كافة الأعمال والتسهيلات لهم، لكن إن شاء الله سننظر في المستقبل في تقديم خدمة الحصول على قبول للطلاب من خلال الشراكات والعمل المنظم، ونفكر أن ننشأ مركز متخصص فيما يتعلق
الحصول على القبول ودعم الطلاب في اختيار الجامعة المناسبة والمدينة المناسبة والدولة المناسبة وهكذا حسب الفرص التي تأتي لهذا المركز. أعتقد أن هذا المؤتمر والمعرض بصفة خاصة هو يوفر وسيلة للطلبة الذين يبحثون عن الابتعاث أن يلتقوا بممثلي الجامعات الدولية، يتحدثوا معهم، يتعرفون على برامجهم، وهذا إن شاء الله أحد الوسائل اللي تساعد في هذا الجانب. أستاذ الحكيم. السلام عليكم. مساء الخير. عبد الحكيم سالم من صحيفة السبق. معالي الوزير، هناك اتهام للبرنامج برنامج الابتعاث أنه زاد من نسبة العاطلين. اسمحوا لي أيضا أن أكون صوت متضرري البرنامج في مرحلة 11. هناك يعني كان من أبرز شكاويهم معاليكم أنه من طول الانتظار الذي قد يفوق 9 أشهر ومن ثم الرفض، إضافة إلى أنه غياب الدور الرقابي على جهة التوظيف، كذلك لا يوجد تنسيق بين الوزارة وبين جهة التوظيف. وشكرا. طبعا لا أعتقد أن البرنامج زاد من نسبة العاطلين، يعني إحنا نستطيع أن نثبت من خلال الدراسة المسحية كم عدد الخريجين من هذا البرنامج الذين توظفوا وكم عدد العاطلين عن العمل. في تقديري أنا أنه يعني قبل أن نجري هذه الدراسة أن النسبة محدودة جداً الذين لم يجدوا وظيفة بعد برنامج الابتعاث، لكن لنترك الحكم النهائي على إن شاء الله إعطاء مزيد من الإحصاءات حول هذا البرنامج. لكن مشكلة البطالة وهذه طبعاً هذه قضية كبيرة جداً وتهم كل المؤسسات. البرنامج طبعاً في أهدافه وفي منطلقاته وفي آلياته هو برنامج نوعي، جامعات متميزة، جامعات تخصصات علمية يحتاجها السوق، وبالتالي فإن يعني الكرة هي في ملعب سوق العمل من خلال ما يتوفر من فرص وظيفية وغيرها. ويمكن لاحظت في الجلسة اللي قبل صلاة الظهر التي تحدثت عن ماذا تريد المملكة من خريجين وكل التحديات التي في سوق العمل، أعتقد النقاش كان ثري في هذا الجانب، وتم تغطية كل القضايا المتعلقة بعملية التوظيف. ربما قد يكون حصل تأخير في العام الماضي في تنفيذ برنامج وظيفتك بعثتك لأسباب طبعا خارجة عن تحكم الوزارة، في المقابلات التي تجريها بعض الشركات والمؤسسات خاصة بعض القطاعات الحكومية لديهم بعض الإجراءات التي يعني تتطلب مزيد من البحث ومزيد من التأكد من مستوى الطلبة، فبالتالي أخذت وقت أطول مما كنا نتوقع. لكن إن شاء الله أنه هذا العام الأمور أكثر وضوح، والعلاقتنا مع الجهات التي وقعت معنا العقود أصبحت أكثر واضحة أكثر بشكل كبير من العام الماضي، وبالتالي فأتوقع أن الآليات ستختصر كثير من الوقت التي يعني يحتاجها الطالب حتى يتم ابتعاثه. وأعتقد إن شاء الله بجهود زملائنا في وكالة البعثات والمشرفين سنتمكن إن شاء الله من اختصار الوقت في هذا العام إن شاء الله. دكتور جاسر، في إضافة؟ بس يعني جزئية تقليل مدة الإجراءات هذه من أهم أولويات العمل، خاصة أنها ضمن مسارات مبادرة تطوير الابتعاث اللي أقرت من أحد برامج التحول الوطني. يعني تقليل الإجراءات تضمن موضوع دعم آليات القبول في توجه قوي ذكره معالي الوزير قبل شوي، أنه موضوع بما أننا يعني شددنا بقائمة الجامعات المتميزة فمن باب أولى أننا
ندعم موضوع مكاتب القبول ونقننها ونرخص لها وننظمها ويكون في خدمة صريحة وواضحة وقانونية تقلل من فترة الانتظار البحث عن قبول. الأمر الآخر أيضا مرتبط بسؤال سابق أنه المقاعد المخصصة للطلاب السعوديين مثلا في الطب الآن في عمل متقدم لصعوبة القبول في البرامج الطبية أنه في مقاعد مخصصة سنوية لمن يحقق الشرط، هذا خفف من فترة الانتظار. لكن أيضا هذه فرصة إذا أذن مع الوزير أننا أيضا نؤكد التوجيه، أنا يعني أشوف من الحضور من الزملاء اللي يمثلون الجامعات العالمية الحاضرة أنه يعني المبادرة من الجامعات من خلال ملحقياتنا الثقافية على مستوى العالم في دول الابتعاث، المبادرة في عقد الاتفاقيات اللي تحدد مقاعد للقبول وفق معايير الجامعة. إحنا ما نتكلم عن أي تنازل للمعايير الأكاديمية للقبول، لكن نتكلم عن يعني تفاهم مشترك وقريب بين الجامعات وبين الملحقيات لتخصيص مقاعد للطلاب السعوديين وفق الأنظمة اللي تقرها الجامعة. نعرف أن بعض الملحقيات يعني مجتهدة في هذا، وأيضا نعرف أن بعض الملحقيات الأجنبية هنا في الرياض نشيطة جدا بالموضوع هذا. فأنا أؤكد بس على تأكيد العنصر هذا لأنه بيقلل من فترة الانتظار حتما، بالإضافة للأمور الإدارية والفنية اللي ذكرها معالي الوزير تحت التطوير. شكرا جزيلا. أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي تقريبا تابع للأخت اللي بدأته بالنسبة للمعيدات والابتعاث للمعيدات والدراسات العليا عموما من قبل الجامعات. النقطتين الأولى بالنسبة للملحقيات أو للأنظمة، أولا من قبل تجربة شخصية حابة يكون في نوع من المرونة لوجود المحرم. أنا أؤمن طبعا بدينيا وجوده، لكن يعني برنامج سفير نوعا ما يعني بالذات أنه الدكتور ركز على المرافقين الغير منخرطين في البعثة. فبالنسبة إذا كانت المرأة يعني زوجها على رأس العمل ووالدها المحرم الموجود هو متقاعد، فيكون في مرونة نوعا ما في تبادل في بالذات في موضوع المحرم لو تكرمت. النقطة الثانية بس نقطة واحدة فقط علشان الوقت إذا تكرمتي مع الوزير. والله حقيقة ما يعني ما أعرف ما هي المرونة اللي ممكن أن نحققها. يعني المرونة هو أن يكون في هناك محرم، يعني هذا شرط من شروط الابتعاث الفتاة السعودية. و يعني على المستوى الفردي في إذا كان في حالات معينة نستطيع أن ندرسها ما عندنا بأس فيها، لكن بشكل عام وجود المحرم شرط أساسي في ابتعاث الفتاة. شكرا مع الوزير. بس سأخذ السؤال الأخير إذا تكرمته. سؤال أخير هنا. هذا إيش؟ إحنا مرتبطين قبل السؤال بجلسة رئيسة تبدأ الساعة 2 لمعالي وزير التعليم الماليزي، فلذلك الوقت محدود. شكرا لبرنامج الابتعاث، أنا أكثر المرافقين حظا الحمد لله خلصت الماجستير والدكتوراه بعد 25 سنة عمل في البلد، فشكرا سؤالي في تخصصات جديدة. أنا درست ماجستير في إدارة المؤسسات الغير ربحية، واجهت صعوبة كبيرة عشان أحصل موافقة والحمد لله مشيت. أنا أعلم الآن في تغييرات في تخصصات جديدة، أرجو أخذ هذا في الاعتبار، وبالذات هذا التخصص اللي الآن دكتوراه والماجستير أنا عملته فيه ويعتبر مع الرؤية شيء مهم. شكرا. في تعليق مع الوزير؟ أبدا، احنا بالعكس إن شاء الله سنكون منفتحين على قبول التخصصات الجديدة، ونعرف أن هناك في ديناميكية عالية في بعض المجالات التي دخلت الآن تخصصات ربما لم تكن موجودة قبل 10 سنوات. لكن هذا اللي نحن نقصد بأن يكون البرنامج برنامج نوعي وبرنامج يخدم تخصصات نوعية تخدم سوق العمل في المملكة. دكتور جاسر، هل في شيء يخص المجالس الاستشارية أو شيء من هذا القبيل في دقيقة واحدة تكررت؟ أنا بس يعني قبلها إذا أذنت لي الموضوع أعرف أنه يهم فئة يعني كبيرة من المجتمع الحاضرين، موضوع المعيدين والمحاضرين والمعيدات والمحاضرات. فيه الآن توجه قوي يعني يدعم على الوزير وزملائنا في الجامعات
توسيع نطاق ما يسمى بالبرنامج المشترك اللي هو الدبل ديجري اللي بين جامعة سعودية وجامعة عالمية. هو موجود طبعا بحدد محدود، أعرف أنه على الأقل حسب معلوماتي جامعة الملك سعود جامعة الملك عبد العزيز عندها برامج مشتركة، لكن عندنا تفكير، ما أنا ما أقول أنه قرار اتخذ، أننا يعني من خلال تطوير مبادرة تطوير برنامج الابتعاث تحت الفرصة للمعيدين والمحاضرين بالذات المعيدات والمحاضرات أنهم يكون في درجة علمية مشتركة بين الجامعة السعودية والجامعة العالمية في قائمة 200 جامعة، بشرط أن المعيد والمحاضر يقضي فترة معينة يتفق عليها وفق المعايير الأكاديمية، فصل دراسي أو فصلين دراسيين في الجامعة المناظرة. هذا يقلل من إشكالية الانتقال، وعلى فكرة ترى موجود حتى بالنسبة للرجال، يعني في ناس ظروفهم الاجتماعية ما تسمح لهم أنه يقيم 4 أو 5 سنوات خارج الدولة، فحنا نتكلم عن يعني مرونة لكنها لا ما فيها أي تنازل للمعايير الأكاديمية. موضوع المجلس الاستشاري أيضا أحد المبادرات اللي تطلق مع مبادرة التحول الوطني، أنه عندنا حنا فكرة وهذه ذكرت يعني قال لي أحد الزملاء أنه ذكرها المتحدث الرئيسي في افتتاح أمس، أنه جزء من صناعة القرار في برنامج الابتعاث كانت من خلال زملائنا في الجامعات، زملائنا المستشارين، التراكم الموجود في الملحقيات، فكان لنا نضيف له بعد جديد الآن من خلال زملائنا وزميلاتنا المبتعثين ومبتعثات أنفسهم. ففي فكرة أقرها الله يسلمه معالي الوزير بإنشاء مجلس استشاري غالبا يكون من 10 أو من 12 عضو مكون من يعني مزيج من المبتعثين والمبتعثات ومن المبتعثين الحاليين والخريجين. سنعلن يعني نموذج التقديم الإلكتروني ونطلب الترشيحات وبعدين نشكل أول مجلس يعطينا فرصة نسمع يعني صوت المستفيد الأول والأهم اللي هو المبتعث لصناعة القرار إن شاء الله. شكرا جزيلا. أيضا أضيف بس فقط من المقترحات في التطوير أيضا أن إن شاء الله سيكون لدينا قائمة شهرية للمتميزين والمتميزات من برنامج الابتعاث تصدر شهريا بحسب ما يأتينا من تقارير من الملحقيات الثقافية، سواء كان هذا التميز علمي أكاديمي أو تميز في جانب العملي والتطبيقي، لأنه كثير من الأبنان أو بناتنا أظهروا هذا التميز ونشرت كثير من الصحف ووسائل الإعلام هذا التميز، فنريد أيضا أن نبرزهم على المستوى الوطني وأن نكرمهم إن شاء الله في مناسبات قادمة وأن ندعم هذا التميز وفي في في كافة المستويات. الموضوع بلا شك ثري جدا وما زال فضفاض، ولذلك الدكتور جاسر الحربش سيكون موجود في جناح الوكالة في المعرض خلال اليوم والأيام القادمة، وأيضا أصحاب السعادة الملحقون الثقافيون في دول تستضيف هؤلاء الملحقين أيضا موجودين في المعرض اليوم وغدا وخلال الأيام القادمة للإجابة على الاستفسارات. شكرا للمشرف العام على المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي أتاح لنا هذه الفرصة في تعليق مع الوزير. والله بس دقيقة واحدة بس، يعني أنا حقيقة أريد أن أشكر زملائنا الملحقين الثقافيين وزملائهم في الملحقيات لأنهم حقيقة يقومون بدور جبار جدا قد لا يعني يلاحظ سواء المبتعثين أو سواء زملائنا في الوزارة أو في على المستوى الوطني ما تقوم به الملحقيات الثقافية من دور كبير وتحت ضغوط كبيرة، سواء يعني في وقت قصير وتلبية احتياجات الطلاب والطالبات ومعالجة مشكلاتهم التي قد تكون مشكلات قانونية أو مشكلات دراسية أو مشكلات شخصية، فهم يقومون بدور حقيقة يعني كبير جدا. نشكرهم باسمكم جميعا وفي هذه المناسبة، لأني الحقيقة أشوف بعض الزملاء موجودين وإحنا مقصرين معهم في كثير من المناسبات، وهم طبعا من الفرص الجيدة أنهم موجودين في الرياض في لقاء سنوي واستثمار لوجود المعرض والمؤتمر هذا العام. شكرا لكم. شكرا دكتور سالم، وشكرا أيضا لقناة عيان التي نقلت هذا المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة. شكرا لكم معالي الوزير.